الو مرحبا، شلونك همسه؟ صباح الخير، يسعد صباحكم اصدقائي محمد وزميلتنا، يمكن حتى ما اعرف منو هي زهراء. صباح الخير زهورة، يسعد صباحكم. شوفي يعني مو صباحيات، احنا بدنا نرحب وبدنا نحكي بيك. وحب وامل. الو همسه، طبعا مبروك النجاح الكليب، مبروك النجاح الاعلامي، مبروك الشعبيه الكبيره، تفاعل الجمهور. احكي لنا شعورك يعني ورا نجاح اغنيه تعب سهر، شنو شعورك؟ شنو الشيء اللي تحسي بيه؟ محمد صراحه شعوري كلش حلو، يعني حل الانسان من يتعب ويحفظ. يعني الحمد لله دائما يعني فكرت كلش هوايه لحد ما قررت احنا شهرين نخطط لفيديو كليب صلاح حسن. فكان المقرر قبل المخرج المبدع المخرج الشاب سامر حكمت انه مخرج ثاني هو اللي يخرج الاغنيه. فشهرين صار فد عرقله، واني هم غيرت رايي او قلت خلي اتريث قبل لا انفذ هيك خطوه، لان اني مو موديل وهذه اخاف جمهوري يزعل، اخاف كمجتمع شرقي ما يتقبلوني. بعدين كل اللي مقربين داير مدايري واهلي قالوا لي انت ممثله يعني فوتي، والفنان صلاح حسن اسم ونجم واتشرف اشتغل وياه. فسبحان الله شهرين مخطط بعدين اتنفذ العمل. بعدها صار موضوع التراث العالمي، فقلت لا هيك قرفتي كلش حلوه والحمد لله يعني. طبعا الف مبروك وعاشت ايديكم، العمل يجنن. بس همسه طبعا احنا مثل ما نعرف انا وزهراء انت اعلاميه وفنانة، وهسه دخلتي عالم جديد هو عالم الكليبات، عالم واسع وعالم الموديل والفاشن وهالشغلات. انت شلون حتجمعين بين الثلاثة؟ الصراحة يعني محمد موضوع الموديل بفيديو كليب تعرف يعني لازم يكون الاختيار ادق بالمرة الثانية، فدا انتظر فرصة تكون مناسبة جدا تليق بممثلة عراقية بإعلامية. ولو أنا دائما أقول ما أحب أقول أني إعلامية، أنا مقدمة برامج. ليش إعلامية وزميلتنا يا معاودة؟ يعني مدارس الإعلام. أنا إعلامي فقط على خريج الإعلام يعني. حلو. فأني أقول أنا مقدمة برامج، أحب يعني دائما ينادوني باختصاصي. فبما أنه أنا طالبة فنون جميلة وأدرس الإخراج، فطموحي إن شاء الله مستقبل اصير مخرجه، يعني هذا الحلم. حلو والله. فان شاء الله يعني كل فرصه بتنجم او يسوى تعب بعدها اقول اخوضها، يعني ما عندي مشكله. فان شاء الله يا رب التوفيق من رب العالمين لي والكم. طيب حمسه، انه شفتك انه مختاره دائما البرامج الاجتماعيه وهاي، وابتعدتي تماما مثلا عن البرامج السياسيه، يعني تشوفين نفسك بالبرامج الاعلاميه؟ ايش؟ صحيح، يعني أنا بعيدة جدا عن السياسة لدرجة إنه حتى ما يعجبني أتفرج أخبار، هاي شخصي. وإذا أتفرج أخبار شوية أو أتابع بالفيسبوك شوية أخبار كئيبة، رأسا تنتابني حالة كآبة، يعني من الناس المتفائلين دائما وأضحك هواية حتى أنا حزينة. فبعيد عن السياسة جدا كل البعد. فأحب برامج ترفيهية، أحب المسابقات، وجوي أكثر شيء مسابقات لأنه أتفائل أكثر ويا الناس. وتشوفون جوي مرات البرامج اللايف اروح انطلق بغير عالم بعد ما احس على نفسي، فاروح بغير عالم يعني اندمج ويا الناس، فتكون دائما على طبيعتي الحمد لله. والتوفيق من رب العالمين، ان شاء الله اكون اتحسن ظنكم واتحسن الناس. طبعا نريد نعرف قبل ما نختم وياك هموسه الغاليه، نريد نعرف خططك مشاريعك اللي دا تحضريها بالفتره القادمه، خصوصا انه انت غبتي، نعتبر يعني احنا متعودين نشوفك على الشاشه، فغبتي اعلاميا نقدر نقول، فقولي لنا خططك مشاريعك، جوز تجي تصيرين زميله ويانا هنا بالقناه، تطلعين انا وزهراء تنورين. اتشرف والله. صراحه احنا بعد المحطه الاخيره اللي كنت اعمل فيها صارت التوقف يتنقل من مكان لمكان، الصراحة من رأيي إنه مو حلو الإعلام يتنقل من مكان لمكان، فصارت ظروف يمكن تعرفوها كل الناس، بس كنت منتظرة إنه ترجع تشتغل هذه المحطة ونرجع نكمل. عندنا برامج توقفت، وعندي كان برنامج شعري توقف وهيك شيء، كنت حابة إنه أرجع أكمل، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بعد مو بدين. فإن شاء الله قلت اشتغلت هاي الثلاث أشهر وأربعة اللي راحت، كنت يوميا عندي أطلع عريفة حفل عريفة حفل، فصراحة محمد تعبت، فقلت ريت حتى أقدر يعني شوية بيتي
وشوي هسه عطله لانه نجحت الحمد لله وعدنا هاي عطله في الدراسه، وبعدها راح ترجع تبدي الدراسه. وتعرفون عندي بنوته اني صارت ثالث ابتدائي، فاني هم ام وهم طالبه وهم موظفه، فيعني كيف لود. فالحمد لله هسه شويه ريس من اي قناه فضائيه خلي هسه اقدر اواكب شويه، اتونس شويه، اسافر على هالحظ شويه، وبعدها اعرف من اعرف يعني القسم وين راح تكون باي محطه ان شاء الله بالمستقبل. طبعا احنا متابعين همسه على مواقع السوشيال ميديا، ونتمنى لك الموفقيه، وجد تستاهليها وتستاهلين لقب انه اللي اخذته بمجله رقيه، التقرير اللي سويته بمجله رقيه. كلمه هموسه توجهها لقناه سامراء الفضائيه والبرنامج سامراء الصباح قبل ما نختم وياك ومنورتنا بصوتك، ونريد وعد منك من تجي الاربين تزورينا. شكرا، اتشرف طبعا ازورك يا محمد وازوركم جميعا. اتشرف انه اليوم اني مع قناه سامراء، هاي القناه القريبه من قلبي وبدون مجامله، لانه دائما اشوف كادرها مواظب بكل مكان اروح القاهم نفسين دائما، واحييهم بكل مكان اروح لانه احب الناس الطموحه اللي تحب شغلها. فمبروك لقناه سامراء لان عندها هيك كادر نشط، هنيئا لاصحاب القناه لانه عندهم هيك ناس تحب شغلها. شكرا لمحمد وشكرا دهوره، يا رب يوفقكم واشوفكم ان شاء الله ذا بيست دائما بالافضل، وان شاء الله ازوركم باقرب وقت ان شاء الله. شكرا لكم والتوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا هموسه الغاليه ونورتينا، وان شاء الله ننتظر اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله تحياتي لكل الناس اللي تشتغل بهذه القناه، تحياتي من الاداره لاصغر عامل، ويا رب يوفقكم جميعا، وأترككم إن شاء الله على خير وحب إن شاء الله دائماً.